السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع حضراتكم احمد عبد الناصر ثابت. النهارده ان شاء الله هنشرح ازاي ممكن ان انا اسجل صوتي على البرزنتيشن بتاعتي، اكتب يكون في الكتابة اللي انا بكتبها بالماوس او اعمل هايلايت، وكل ده بيتسجل بالوقت مع صوتي، وفي الاخر خالص ان انا اطلع الباوربوينت ده او تسجيل الصوت مع الكتابة مع الهايلايت، اطلع كل دوت كفيديو ارفعه على اليوتيوب او ارفعه على بنك المعرفة. اول حاجة اروح على من قائمة التبويبات من هنا، اروح على سلايد شو، اضغط عليها، بعد كده اختار ريكورد سلايد شو. لما اضغط عليها هيفتح لي، يبدا ان هو يفتح لي صفحه خاصه بالريكورد. طيب اول لما تفتح الصفحه هنتابع كل مكان فيها عباره عن ايه. اول حاجه طبعا اللي فوق على الشمال، من هنا ببدا ان اعمل ريكورد للسلايد او اوقف او اعمل ريبلاي يعني اسمع اللي انا شغلته، وهنشوف ده كمان بالتفصيل كمان شويه. من على اليمين من هنا بيجيب لي الاعدادات، فانا عاوز اختار المايك اللي انا هشتغل بيه او الكاميرا اللي انا هشتغل بيها. من تحت على اليمين هنا بقدر كده اقفل المايك، هنا افتح الكاميرا اللي انا حابب، وهنا لما بفتح الكاميرا بيظهر لي لو انت عاوز تفتح البريفيو هتشوف صورتك الناس هتشوفها ولا تقفل البريفيو. تمام، يعني مثلا لو بفتح الكاميرا كده، دي الكاميرا شكلها شغال زي كده، فهو ظاهر عندي ان هنا في الكاميرا دي البريفيو موجود. لو قفلت البريفيو انا مش هشوف نفسي، ولكن طبعا الكاميرا طبعا متسجله وبتفتح، انا صورتي للناس هتظهر زي كده بالظبط لما اخلص الفيديو. مش عاوز الصوره تظهر في الفيديو، هوقف الكاميرا كده، فقط المايك اللي شغال. طيب ايه الجزء هنا بقى دوت؟ ده اللي هو القلم والهايلايت والالوان طبعا اللي انا بقدر ارسم بيها او اكتب بيها على السلايد. طبعا اي حاجه بتعامل فيها الماوس بيجي فيها بره الشاشه البيضاء ديت بره السلايد مش بتظهر للناس. يعني لما انا بنزل تحت الماوس، بنزل بالماوس تحت واختار لون معين او اختار قلم اطلع اكتب، مش بيظهر له ان انا اخترت اللون من تحت، بيظهر له بس ان انا القلم بقى لونه اتغير، بقى لونه احمر اصفر وهكذا. طيب نبدا نجرب اعمل ريكورد السلايد، هيعد 3 ثواني ويبدا يحسب. مجرد ما بدا يحسب ظهر عندي فيه عندي تحت على اليمين الشمال عددين، عداد على الشمال عداد على اليمين. الجزء على الشمال دوت اللي هو الوقت الخاص بالسلايد دي فقط، انما الجزء على اليمين ده الوقت الخاص بالمحاضره كلها. يعني لو رحت للسلايد اللي بعدها هيبدا دي هتتصفر وهيبدا يكمل يعد فوق ديت. طيب قبل ما اعمل اي حاجه، دايما دايما في اول ما ابدا اشتغل هجرب حاجتين. هجرب ان انا شغل القلم بتاعي، لما انا بكتب مثلا بالقلم اخترت لون اصفر هبدا اكتب او اعلم على حاجه مثلا هنا، اعلم كاني بعلم كده، واجيب الهايلايت ده الهايلايت اللي على اليمين اختار لون تاني، ابدا مثلا اعلم هايلايت على دكتور سيد كده، بعمل هايلايت لايه للكتاب، وهقول له ستوب واعمل ريبلاي. ليه اعمل ريبلاي؟ عشان اسمع صوتي، هل انا فعلا صوتي شغال كويس، هل الصوت اللي انا كنت بتكلم فيه شغال كويس ولا لا. احسب ظهر عندي فيه عندي تحت على اليمين الشمال عددين، عداد على الشمال عداد على اليمين، كده صوتي تمام جدا، صوت كويس مفيش اي مشكله. ولو تلاحظوا ان الكتابه دي واللي انا كتبتها والهايلايت بتبقى محسوبه بالثواني، يعني بيحسب ان انا كتبت عملت خط هنا في الثانيه رقم 22 هيبدا يظهرها مع كلامي في الثانيه رقم 22، مش بتفضل تظهر على طول طول الفيديو. طيب لو انا غلطت وانا بشرح السلايد، انا بتكلم فيه غلطت وعاوز اعيد، هعيد اتعامل مع سلايد سلايد. الفكره الحلوه في الباوربوينت وفي نفس الوقت هي ميزه وسلبيه. ميزه ان انا اقدر ان انا كل جزء كل سلايد اقدر اعيد فيها لغايه لما اظبط، لو بوظت حاجه اقدر ان احذف السلايد دي بس واعيد تاني. ازاي؟ هطلع فوق بس واقول له ريكورد، هريكورد السلايد دي، هيلغي ال 42 ثانيه ويبدا يحسب من جديد. طب ايه السلبيه؟ السلبيه ان انا مش قادر اعمل انتجريشن بين السلايدز، يعني مش هينفع اروح قدام وارجع ورا واشرح ما بين السلايد، صوره مثلا من سلايد قدام على كلام من سلايد ورا، مش هينفع، لان هو بيحفظ كل كلام وبيحفظ كل اللي اعمله في سلايد واحده بس، لما انتقل لحاجه بعدها بينتقل تماما للسلايد بعدها. طيب انا مثلا بوظت السلايد دي وعاوز اعيد فيها حاجه، فاقول له ريكورد تاني، هيحذف كل اللي تم دوت، حذف كل حاجه وبدا يحسب من صفر تاني. لو تلاحظوا لو كتبت تاني كتابه في الثانيه 4 وعملت هايلايت في الثانيه رقم 6 وقلت له بعد اذنك انا عاوز اشوف اللي انا عملته دوت، حذف كل حاجه وبدا يحسب من صفر تاني. لو تلاحظوا لو كتبت تاني كتابه في الثانيه 4 وعملت هايلايت في الثانيه رقم 6، كل حاجه عندي في الوقت محفوظه، يعني الكتابه دي بتتحفظ بالوقت. طيب خلصت السلايد دي وعاوز اروح للسلايد اللي بعدها، طبعا مش لازم ان انا اوقف كل سلايد اوقف ريكورد، انا هكمل تاني، هعمل كاني بريكورد من اول خالص بقى. احنا بس دلوقتي كنا بنعرف ان انا اقدر ان انا اكتب او اتكلم او اعيد السلايد. طب انا كده خلصت السلايد دي عاوز اروح اللي بعدها، من على اليمين من هنا اقول له ايه؟ روح للسلايد اللي بعدها. هاجي هنا برضو اخلص الشرح واشرح الدنيا زي ما انا عاوز، وتحت زي ما نلاحظ هنا العداد اللي على الشمال بدا يعد من اول تاني، وعدد اللي على اليمين بيكمل، ده عدد الوقت في المحاضرات كلها.
في المحاضره كلها عفوا، خلصت اروح للي بعدها للي بعدها للي بعدها وهكذا، ثم اقول له ستوب. انا كده سجلت شرحت المحاضره كلها، خلصت المحاضره كلها، شرح صوتي متسجل في المحاضره كلها. طب عاوز اجرب زي ما قلنا اعمل ريبلاي واجرب الصوت بتاعي. خلصت خالص سجلت كل المحاضره، اطلع اعمل اكزيت من فوق. طيب دلوقتي بقى لو انا عاوز اخلص اللي انا عملته ده كله واطلعه فيديو، قبل ما اتكلم عن ازاي اطلعه فيديو لازم نعرف ان عشان اطلع حاجه دي فيديو محتاج الجهاز الى حد ما يكون قوي وممكن يعلق معايا او يطول شويه، ممكن اصبر عليه. ولو هنج لحضراتكم جربتوا مثلا تعملوها مره وهنج معاكم، احنا مخصصين تيم من الطلبه مخصوص علشان ياخد الملفات من حضراتكم ويحولها فيديو ويرفعها على قناه اليوتيوب اللي حضراتكم تشوفوه، لو القناه دي تكون عامه القناه تكون غير مدرجه يعني محدش يشوفها الا لو معاه اللينك اللي حضراتكم تشوفوه، فهم فقط موجودين عشان احنا نسهل على حضراتكم ان احنا نعمل فيديوهات ونظبط الفيديوهات بالمحتوى يكون بروفيشنال شويه ونرفع من جوده الفيديوهات بتاعتنا. طيب ازاي بقى ممكن احول الحاجه دي لفيديو؟ هروح على فايل من قائمه التبويبات، اروح على فايل، هنزل تحت خالص اقول له اكسبورت، بعد كده اقول له كرييت ا فيديو، وهسيب الجوده اعلى حاجه ممكنه عندي، انا سجلت ب 1080 اتش دي، وهنا بقى اخلي دي زي ما هي ما العبش فيها. هو بيقول هنا يوز ريكورد تايمينج اند ناريشنز، يعني ايه؟ يعني استخدم الوقت اللي انا كنت شغال بيه والناريشنز اللي هي الكتابات والهايلايت والكلام دوت. لو غيرت في الحاجه دي ممكن يطلع صوت بس بدون ناريشن، انا مش عاوز كده، انا عاوز يطلع معايا الناريشن. اقول له كرييت فيديو واختار المكان اللي عاوز احط فيه الفيديو واسميه واقول له ايه سيف. هيبدا هو كده تحت هنا في النص يبدا ان هو يطلع لي عداد او شريط اخضر وهو بيطلع بيخرج الفيديو كده، هو قرب يخلص خلاص. كده المفروض ان الفيديو خلص، اروح المكان اللي حفظت فيه الفيديو هلاقيه هنا طلع بصيغة ام بي 4، وجيت فتحته انا اكتب او اتكلم او اعيد السلايد. طب انا كده خلصت السلايد دي، عاوز اروح اللي بعدها من على اليمين من هنا اقول له ايه؟ كده هو مسجل كل حاجه وبالصوت. طبعا انا هنا ما كنتش كتبت او عملت اي كتابه على السلايد فمش ظاهره، ولكن لو كنت كاتب على السلايد بتظهر وتاكدت ان الصوت تمام، فكده يبقى احنا خلصنا المهمه دي بنجاح وسجلنا المحاضره دي وعملنا منها فيديو. وزي ما قلت لحضراتكم لو فكره الفيديو ان انا اطلع الحاجه دي فيديو بتهنج الجهاز شويه، احنا عاملين تيم مخصص لحاجه زي كده. اخر حاجه بقى رجاء من حضراتكم ان احنا نستخدم الطريقه ديت في عمل الفيديو. الطريقه دي زي ما قلنا سهله جدا من نفس برنامج الباوربوينت، مش هستخدم اي برنامج خارجي، وفيها ان انا اقدر اكتب على السلايد، فيها ان انا اقدر اعمل هايلايت، ولو حد حابب يفتح الكاميرا برضه ده متاح، فالاوبشن ده جامد جدا ومش محتاج اي حاجه اضافيه يعني. وممكن انا لو نسخه الاوفيس عندي قديمه ما فيهاش الاوبشن دوت احمل نسخه اوفيس 365 اللي هي من الايميل الجامعي بتاعي بشكل مجاني ويبقى فيه الاوبشن ده ان شاء الله اللي انا شغال بيها دلوقتي. وكمان هيسهل جدا على تيم المونتاج، بحيث ان الفيديو ده لو وصل للطلبه اللي هتشتغل خلاص بدا يشتغل فيه هياخد منه ان شاء الله ساعتين او ساعتين ونص، ويكون الفيديو مرفوع على قناه اليوتيوب. يعني حضرتك لو بعتوا الفيديو وصل للطالب اللي هو بتاع تيم المونتاج ساعتين ونص يكون على قناه اليوتيوب مع باقي الطلبه، فسهل جدا وفعال جدا. فرجاء ان حضراتكم محدش يستخدم طريقه الفويس نوت سواء على الواتساب او على التليجرام، ان دي بتبقى متعبه جدا 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 وجودتها اقل طبعا، ممكن يتاخد على الاقل ياخد في الفيديو الواحد 3 ل 5 ساعات عشان يطلع فيديو واحد عشان يوفق الصوت بالصوره ويعمل فيديو ويرفعه على قناه اليوتيوب، فبتبقى مجهده جدا. احنا الفتره الجايه دي في فيديوهات كتيره فعاوزين نرفع مستوى الفيديو نفسه كجوده وكفاءه، وفي نفس الوقت نقلل الوقت المبذول في الفيديو دوت علشان نقدر نعمل عدد كتير من الفيديوهات. وطبعا انا شاكر لحضراتكم جدا واتمنى اكون افدتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.